واضح التساؤل مولانا. اعرف شلون، وهو ان هذا القانون الدستوري عندما يكتب يحتاج الى تأييد الامه او لا يحتاج. يحض سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارث جميع المواطنين العراقيين على المشاركة الواسعة والمكثفة في الاستفتاء على الدستور والتصويت عليه بنعم. شو تقولوا؟ يحتاج؟ ما يحتاج. ها؟ الله؟ الله؟ بعد شنو شغل الحكم الإسلامي؟ الله عين رسول الله، رسول الله معين الإمام المعصوم، إمام المعصوم معين منه؟ فقه مشروعية الله، الولاية إلك ولا الولاية لله؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وين عندنا؟ وأولي الشعب منكم ولا أولي الأمر منكم ولا؟ فإذا يحتاج مشروعية ولا؟ إذا تقولون يحتاج، جيد جدا. الجيل الأول الذي وافق عليه ملزم للجيل الذي بعده ولا مو ملزم؟ بعد لماذا تبقى القوانين الدستورية 100 سنة مولانا لا يحق للأجيال اللاحقة الخروج عليها؟ والحمد لله.